ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في بيوتيفول. انا دودو. عايزه بس اول حاجه قبل ما نبتدي في الفيديو، عايزه اطلب منكم طلب. عايزاكم تدعموا القناه بلايك وسبسكرايب للقناه، وتابعوا الفيديوهات بتاعتنا، وفعلوا زرار الجرس، هيوصلكم كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها. وعايزاكم تستنوا الفتره اللي جايه في فيديوهات مختلفه وجميله جدا. يلا نشوف هنتكلم في ايه النهاردة. الفيديو بتاعنا مختلف شوية. هنتكلم في ترتيب الحاجات، يعني نرتب حاجتنا ازاي. بما اننا قاعدين في البيت، في ناس كتير قوي حاسة ان هي فاضية وحاسة بفراغ وحاسين ان هما مش بيعملوا حاجة، فنبتدي نشوف اي حاجة متكركبة عندنا هنرتبها. بالظبط كده. مثلا هننزل الدولاب كله، نشوف الحاجات اللي احنا مستغنيين عنها نطلعها، ونسيب الحاجات اللي احنا بنلبسها وبنستعملها نخليها عندنا في الدولاب. تمام. طلعنا الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. الحاجات القطنيات ممكن ان انت بتستخدميها في حاجات تانية في البيت. الحاجات اللي هي كويسة وسليمة ممكن ان انت تغسليها وتكيسيها كويس، وتكلمي اي جمعية من الجمعيات الخيرية بيجوا ياخدوا الحاجة من البيت وبيوصلوها للناس اللي تستاهلها. هتبقي كده تخلصتي من الحاجات اللي ملهاش لازمة، وفي نفس الوقت اخدتي ثواب الحاجات دي. وكمان احنا داخلين على عيد، وفي ناس بتبقى محتاجة الحاجات دي اكتر مننا، طالما ما بنلبسهاش ممكن نعمل كده. كده احنا عملنا الدولاب. بعد كده هنعمل ايه؟ عندنا التسريحة بتبقى مليانة حاجات مليانة حاجات، واحنا في حاجات بنستخدمها في حاجات مش بنستخدمها كتير. طب هنعمل ايه؟ ممكن ان انت بتجيبي منظم زي ده، بتحطي فيه الحاجات على التسريحة، بتحطي فيه الحاجات اللي انت بتستخدميها كتير، زي مثلا الكريم، اللوشن، المورد، السيروم، السبراي بتاعك، الحاجات الضرورية. الحاجات اللي مش ضرورية او اللي انت مش بتستخدميها كتير هتشيليها. مثلا لو عندك رف فاضي في الدولاب هتشيليها في درج من الادراج، وهنتكلم عن الادراج دلوقتي. هتشيليها في اي ايه في اي مكان مقفول علشان تبقى شكل التسريحه رايق عندك. تمام. تمام. كمان عندك ده ثبت كده، بيبقى مش غالي خالص على فكره. ممكن ان انت بتشيلي فيه الحاجات برضو المهمه، زي الكحل، زي الفرش، اي حاجه مهمه عندك، الليبستيك، الماسكاره، الحاجات اللي هي بتبقى طويله كده، ممكن ان انت بتشيليها في حاجه زي كده. وكمان لو عندك بقى زيادات برضو بتجيبي بوكس وبتشيلي فيه الحاجات الزياده، هوريكم ازاي دلوقتي. ممكن بتجيبي بوكس زي ده، بيتفتح كده وبيتقفل، وبتشيلي فيه الزيادات بتاعت اي حاجه بتبقي حطاها على التسريحه بتبقي مش بتستخدميها كتير، بتحطيها في البوكس ده، وبيبقى مقفول وبيبقى شكله حلو. ممكن بتركنيه بتحطيه في اي جنب، او ممكن تحطيه في الدولاب في الجزء اللي هو بيبقى تحت الهدوم، اللي بيبقى ايه ارضية كده تحت الهدوم اللي احنا بنعلقها، بيبقى حلو جدا. برضو كمان بتعملي درج او جزء من درج يعني للزيوت، لو انت بتستخدمي زيوت طبيعية للشعر او للبشرة، انت بتحتفظي بالعلبة اللي بيبقى فيها ازازة الزيت. تمام. فبتبتدي بعد ما تخلصي استخدام الازازة بتحطيها في العلبة، وبتحطي الزيوت دايما بطريقة مستقيمة في الدرج اللي انت مخصصاه ليهم بالشكل ده. لو العلبة ضاعت منك او حصل لها حاجة، بتبتدي تغلفي الازازة بالشكل ده بالورق الاسترتش اللي كلنا طبعا عارفينه، اللي بنستخدمه في المطبخ. هعمل لكم عنه فيديو. الورق ده بعمل بيه حاجات كتير وبغلف بيه حاجات كتير جدا جدا يعني. فهتبتدي تغلفي الازاز بالشكل ده وتوقفيها برضو مع بقية الازاز، ولا بتسرب حاجة ولا بيقع منها اي حاجة، بتحطيهم بشكل مستقيم في الادراج، مش في الادراج يعني، هو درج معين انت بتبقي مخصصاه للحاجات دي، للزيوت. عايزين نخصص درج لكل حاجة، ما عندناش مثلا درج او المساحة ما فيهاش درج، بتبتدي تجيبي بوكسات زي اللي انا وريتها لك كده، الحجم اللي انت عايزاه، دول موجودين في اي مكتبه، موجودين في اماكن كتير، وبتبتدي ترصي فيهم الحاجه وبتحطيهم فوق بعض
في اي جنب، بيبقى شكلهم حلو جدا جدا في الاوضه او في المكان اللي انت حطهم فيه، وفي نفس الوقت بتبقي منظمه حاجتك. كمان بتخصصي درج للقمشات والكلبسات والتوك، لازم تخصصي درج للحاجات دي. ما عندكيش درج برضو بتشتري لهم بوكس وبتحطيهم فيه، علشان لازم الحاجات دي ما ينفعش تتحط مع اي حاجة تانية علشان ما تتلوثش. كمان بتعملي درج للكريمات والوايبس وحاجات البشرة، دول برضو بتحطيهم في مكان لوحديهم، يعني دول برضو بتحطيهم في درج مع بعض الحاجات دي. كمان بتخصصي درج لحاجات الميك اب زي ما قلنا، بنحط فيه الحاجات اللي احنا مش بنستخدمها كتير، او بتشتري برضو بوكس وبتحطي فيه الحاجات دي لو ما عندكيش درج او لو ما عندكيش مكان للحاجات دي. على فكرة البوكس ده عملي جدا وبيشيل حاجات كتير وبيعيش اساسا معاكي، يعني في منه بيبقى قماش وفي منه بيبقى كرتون زي اللي انا وريته لكم ده. هقول لكم اكمل لكم دلوقتي، اقول لكم هنعمل ايه في الاكسسوارز بتاعتنا. لو نقدر نخصص درج للاكسسوارز يا ريت. ما عندناش مكان، اي علبه عندك، دي مثلا كانت علبه شوكليت، انا حاطه فيها كل الاكسسوارز بتاعتي وبحط فيها الحاجات دي وبقفلها وبشيلها مثلا في الدولاب او بشيلها في اي مكان، وبتتقفل يعني هي بالغطا بتاعها وبتتقفل وخلاص اهي. اي علبه عندك، او انا عشان كده بقول لكم دايما في الفيديوهات ما ترموش اي حاجه، اي حاجه تجيبوها ما ترموش العلب بتاعتها، بنستعملها بعد كده في اي حاجه، يعني دي عمليه جدا وعندي بقى لها كتير جدا جدا. العلبه دي بجد حلوه قوي وفي التنظيم حلوه جدا جدا. يعني كمان العلب دي بتبقى موجوده برضو في اي مكتبه، سهل ان انت تشتريها جدا. العلب دي ممكن بتجيبيها تحطي فيها الحاجات الصغيره زي الخواتم، الانسيالات، الساعات، ممكن برضو بتحطي فيها الساعات بتاعتك، بتحطي فيها اي حاجه حلوه جدا برضو صغيره، وبتحطيها في جنب كده في الدرج او بتحطيها في الدولاب مثلا لو عندك مكان في الدولاب في رف او حاجه، بتحطي فيها العلب دي. كمان هنخصص درج للحاجات بتاعت الضوافر والايدين وكده، يعني المبرد، المانيكير، الكريمات بتاعت الضوافر الايدين، المقص بتاعنا، القصافة بتاعتنا، دول هنحطهم في جنب مثلا من درج، او بنحطهم برضو في بوكس، وممكن ان احنا نشيلهم برضو، نشيل البوكس ده في الدرج او نشيله برضو مع البوكسات بتاعتنا او نحطه في الدولاب، شكله هيبقى حلو والدنيا هتبقى تمام والدنيا هتبقى مرتبة. كمان احنا بنحاول نلم الحاجات علشان الدنيا تبقى مترتبة. هتجيبي حاجة تحطي فيها الدبابيس، العلبة دي على فكرة اهي، العلبة دي على فكرة مش غالية خالص، بحط فيها دبابيسي، بحط فيها كل الدبابيس على فكرة اهي، وصغننة، وممكن كمان تاخديها في شنطتك وانت خارجه. يعني احنا هنتكلم في الحاجات اللي هتاخديها في شنطتك وانت خارجه دي في فيديو بعدين، يعني انا بحاول بس انجز معاكم علشان الناس اللي عايزه ترتب الايام دي. مش شرط على فكره خالص ان احنا نرتب حاجتنا علشان احنا العيد والكلام ده، لا احنا كده كده اساسا قاعدين، حتى لو ما لحقتيش تخلصي قبل العيد عادي مفيش مشكله كملي، احنا كده كده طول الوقت بنظبط وبنرتب نفسنا، احنا بنتكلم في حاجه في حياتنا عموما. ودي كنت برضو شارياها، يعني عجبتني قوي شكلها وكانت سعرها حلو، فانا برضو بحط فيها برضو دبابيس او بنت او اي حاجة كده. كمان عايزين نخصص درج للشرابات بتاعتنا، والدرج بتاع الشرابات بتاعتنا ده نحاول نحط فيه صابونة، احنا بنبقى شاريين صابون، احط فيه صابونة مقفولة عادي جدا علشان ريحة الدرج تبقى حلوة وريحة الشربات بتاعتك تبقى حلوة. هو طبعا الشربات هتبقى محطوطة في الدرج نظيفة، انتي خصصي درج مخصوص للشربات، او برضو لو ما عندكيش مكان هتشتري بوكس وهتحطي فيه. هقول لكم بقى على حاجة، الحاجة دي انا اتعلمتها من مامتي، ربنا يا رب يديها الصحة ويبارك في عمرها، قولوا امين.
اتعلمت منها علبة الخيط دي. علبة كانت عندي كان فيها شوكولاتة برضو، انا اخدتها وحاطة فيها الحاجات بتاعت الخيط والابر والحاجات دي اهي. حاجة عملية جدا برضو، انا يعني بجد كانت مامتي دايما بتعمل كده، ومكنتش اتخيل ان انا في يوم من الايام لما ابقى في بيتي اعمل كده. بجد العلبة دي كانت فيها شوكليت يعني من فترة، ولما خلصت شلتها بقيت احط فيها الخيط، الزراير، الابر، الحاجات دي، وحطها برضو عندي في درج لما بحتاج لها بلاقيها، بدل ما كل شوية بقعد ادور فين ابرة فين خيط مش عارف ايه كده. خلاص انا عارفة مكان الحاجة، مكان البوكس بتاعي اللي انا حاطة فيه الابر والخيط والزراير وكده، ايه بروح مطلعاه. برضو هما يعني برضو الناس الاكبر مننا كانوا برضو بيفهموا اكتر مننا كتير يعني، فكان ليهم نظرة برضو في الحاجات دي. انا برضو اتعلمت منها الموضوع ده وبقيت اعمله عندي في بيتي. كمان في حاجة برضو انا برضو متعلمها من والدتي، الصابون. الصابون بقى له مكان بنحطه فيه، ان احنا بنجيب الصابونة كده في الرف اللي فيه الهدوم المطبقة وبنحط الصابونة في وسطيهم، ولما بنحتاج الصابونة بناخدها نفتحها ونستعملها عادي جدا. انت كده كده لازم اساسا تبقي شارية كذا صابونة، فبتاخدي واحدة وبقية الصابونات مش بتعملي بيهم حاجة، بتسيبيهم لحد ما اللي انت اخدتيها يعني خلاص تخلص وايه وهتستعملي بقى غيرها. فبتاخدي الصابونة اللي هي لسه ما استخدمتيهاش او لسه مش هتستخدميها دلوقتي وتحطيها في وسط الهدوم، تحت الهدوم اللي متطبقه، تحت الهدوم اللي متطبقه بتروحي حاطاها. على فكره بتبقى زي الفواحه بالظبط، تقدري تشتري مثلا فواحه او عندك فواحه هدوم اوكي مفيش مشكله، لكن دي لو انت ما عندكيش فواحه بتحطي الصابونه دي في وسط الهدوم، وحاجه جميله جدا وريحتها بتبقى فظيعة، وريحة الهدوم بتبقى حلوة وانتي بتطلعيها. كمان ممكن تعملي كده في الرف اللي فيه هدومك الشخصية، وفي رف برضو الشرابات او في درج الشرابات زي ما قلنا ممكن نحط فيه برضو صابونة مقفولة او فواحة. دي كلها حاجات بسيطة وسهلة ان احنا نعملها وان احنا نرتبها وان احنا ننظمها، ومش هتاخد في ايدينا ساعتين بالظبط، وهتلاقي الدنيا ظبطت معاكي. حاولي تشوفي لو عندك علب فاضيه استغليها، لو ما عندكيش اشتري بوكسات، البوكسات مش غاليه خالص، خصوصا اللي هي الكرتون دي مش غاليه خالص، والبوكسات الصغيره اللي انا وريتها لكم دي برضو سهل جدا ان انتوا تجيبوها، موجوده في اي مكتبه، حتى بيبقى فيها حاجه كده عشان لو عايزه تلفي عليها الساعه او حاجه برضو بتبقى موجوده جواها يعني. بس والبوكسات الكبيرة برضو موجودة في كل المكتبات، ممكن ان انت تشتريها بجميع الاحجام وجميع الاسعار، في منها اسعار رخيصة وفي منها اسعار متوسطة وفي منها غالية، مش لازم ان انت تجيبي الغالية، هاتي الاسعار اللي مناسبة ليكي. اتمنى ان حلقتي تكون عجبتكم النهاردة، واتمنى ان انا اكون افدتكم بالتجربة دي، ويا رب كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم، ويا ريت تدعموني وما تنسوش اللايك والكومنت والسبسكرايب على الفيديو ده علشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس ونفيد الناس بيه. ويا رب دايما تكونوا بخير، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله، وباي باي.